فان انت الحل الكلاسيك انك بتشيلي بموسيسر. موسيسر يعني ايه؟ يعني بتدخلي اوضه العمليات ومعاكي حد بتاع هيستوباثولوجي، بحيث بتشيلي المكان بالسيفتي مارجن بتاعه وتبعتيه لبتاع الهيستوباثولوجي، يقوم يقول لك الهيستوباثولوجي ايه ده، لسه في شويه مالجنانت سيلز عند الساعه 3 او عند الساعه 9 او عند الساعه 6، مقسمين كده تيومر دايره كده وايه ومتفقين على الاماكن دي، بحيث ان انت ايه تاخدي جزء من عند الساعه ايه 9 زي ما قالت لك وتبعتيها لها، تقول لها تمام كده. بتبعتها لها بايه؟ مش فورمالين طبعا، ليكويد نيتروجين، بحيث انها بتروح مقطعه مقطعه بسرعه وتروح بص عليه في الميكروسكوب وتقول لك لا قص كمان كمان 2 مللي، تروح انت قاصص وبعت لها، وبعد شويه تقول لك لا عايزين كمان 1 مللي، تروح قص، بحيث انت ايه تقص بالظبط ما تاخدش حته كبيره وتبوظ الجلد. الادفانسد ديزيز قلنا بيستخدم الاميون ثيرابي ان هو يمنع الابوبتوزس بتاع الانفلاماتوري سيل اللي حوالين الميلانوم، عشان كده بيسموها انتي بروجرامد سيل ديث. قلت لي يا دكتوره ازاي ده الابوبتوزس هو اللي بيبوظ المالجنسي، احنا عايزين نموت الميلانوما. اقول لك لا، ده انتي بروجرام سيل ديث او انتي ابوبتوزس دي بنستخدمها عشان نطول عمر الانفلاماتوري سيل اللي حوالين الميلانوما، فدي عشان كده بيعتبروها من الاميون ثيرابي. ايه بقى الاميون ثيرابي اللي بيستخدمين للمالجنس ميلانوما؟ بمبر نيفين، بمبروليزوماب ونيفولوماب. حلوه دي. في انواع تانية من البيولوجيك بنستخدمها، البي راف انهيبيتور اللي هي بتمنع السيل سايكل، الميك انهيبيتور برضو السيل سايكل، الكاتلاب 4، عارفه كاتلاب 4؟ الكاتلاب 4 دي المفروض خدتوها في الفيرست، ان دايما الاميون سيستم بيهيج ويطلع بتلاحم الكو ستيمولاتوري موليكولز اللي ما بين الخلايا اللي هي التي ليمفوسايت والايه والانجيوم بريزنتنج سيلز، بحيث ان قلنا سي دي 7 اللي هو الولد اللي عنده 7 سنين يمسك في مامته اللي هي سي دي 28 اسمه بي 7، انا أكل اسفه بي واحد 7، يمسك سي دي 28، وبعدين تمام اي كام 1 تمسك في لفه 1، وبعدين سي دي لفة 40 واحدة. تمسك في 40 لينكد. خدتي الحته دي في ال يس اه في فيرست ال اه في الفيرست اللي هو تي الايه سيل بيز وريسبتنج. ده، برافو عليك. فبدل ما بي 7 الولد اللي عنده 7 سنين ده يمسك في مامته اللي هي عندها 28 سنه سي دي 28، بيمسكوه في حاجه اسمها كاتلب، كاتلب اللي هي كوتينيوس ليمفوسيتيك انتيجين بروتين 4، ده بيهد الانفلاماتوري رياكشن بتاع الايه التي سيل. فاحنا بنحط ماركر اجينست كاتلب 4 ده بحيث ان هو ما يمسكش اصلا في بي 7، وتفضل بي 7 ماسكه في ايد امها اللي هي سي دي 28 تفضل اكتف. فانتي كاتلب 4 ده يعتبر من الحاجات الاميون ثيرابي برضه، لانه بيخلي التي ليمفوسات نشيطه طول الوقت وما بتوقفش الاكتيفيتي بتاعتها ابدا، فتقوم تاكل او تدمر الميلانوما سيلز. فهمتي؟ تمام لا فهمت. يبقى بتوقفي السيل سايكل عن طريق البي داف انهبيتور الميك انهبيتور، اند ليس كومنلي ممكن تدي له انترفيرون جاما عشان يهيج الانفلاماتوري سيل تقوم تهاجم الميلانوم، او تعملي له انهبيشن للكاتلاب 4 لو كان بايه دايما لما من ايده النور نقيده بان بي 7 يمسك في سي دي 28، نطفي النور نشيل امه ونحط له مرات بابا اللي هي ايه كاتلاب 4، بحيث تهدي له الاكتيفيتي والنشاط بتاعته شويه. انا مش عايزين نهدي النشاط ده، عايزين دايما اس بي 7 يمسك في سي دي 28، فما نوجدش اصلا كاتلاب 4 ده، فبندي ميون ثيرابي يعمل انهيبيشن او مونوكلو انتي بادي تعمل انهيبيشن كاتلاب 4 ده، بحيث ما يمسكش اصلا مكان الام في اي وقت من الاوقات اللي هو السي دي 28. فهمتيها؟ انت لا حضرتي فهمت. معايا الفيرست؟ لا يا دكتور اخسر كونك اخسر. ان انت فعلا فاكراها لحد دلوقتي معناها ما شاء الله كنت مذاكره كويس، برافو عليك، لان لا معظمكم مذاكرتها بتبقى ناسيها دي ما تتنسيش اهو. ابدا، لانها هتعتمد بعد كده عليها العلاجات والتريتمنتس بتاعت الكانسر المختلف. طيب الراديو ثيرابي ممنوع، الراديو ثيرابي از كونترا انديكيتد في بعض التيومرز زي مين؟ مالجنت ميلانوما، لان مالجنت ميلانوما المتعارف عليها انها بتيجي من الراديشن واليو في راديشن، فمن الافضل انك ما تعالجهاش براديو ثيرابي. الراديو ثيرابي بنعالج بيها ايه؟
الكابوسي، فاكره؟ كبش سركوما. اه، وبنبقى متحفظين جدا واحنا بنعالج بيها اللي هي ايه، درماتوفايبروسركوما بروتوبرانس، لان بتزود الماليجنانسي بتاع الخليه بتاعتها، صحيح بتقلل حجمها بس بتخلي الماليجنانت بيهيفير، فعشان كده بيقول لك ريلاتيف كونتر انديكيشن في الايه الدرماتوفايبروما فايبروسركوما بروتوبرانس ريلاتيف. ليه بقى؟ لان هي بتقلل حجمها صحيح الراديشن بس بتزود الماليجنانت بيهيفير، فتبقي حريصه في الدوز بتاعها. اكتينيك كيراتوز اصلا بتحصل نتيجه تعرض الشمس، فمن اي نوع من الراديشن مش مستحب ان احنا ندي نعالج بيه الايه الاكتينيك كيراتوز. برضو حاجه اسمها كيراتو اكانسوما سودو ريسيديف، قلت لك سودو ريسيديف دي اللي بتتكرر وبتحصل نتيجه العيان ده خد راديو ثيرابي، يعني كان عندها بريست كانسر مثلا وخدت راديو ثيرابي، يطلع لها كيراتو اكانسوما كتير كتير مكان الراديو ثيرابي، دي اسمها كيراتو اكانسوما سودو ريسيديف. برضو البروما نوع من انواع أبوكراين تيومر. تيومر في البروما سيلز اللي هي عند البور بتاع الايبوكراين جلاند مينج، ماشي. بيزل سيل كارسينوما اللي بتطلع من الزيرو ديرما بيجمنتوز، الزيرو ديرما بيجمنتوز ممنوع نتعرض لاي نوع من انواع الراديش، لان ما عندوش الريبير سيستم بتاع الايه نيكلوتايد اكزيشن ريبير، ما عندوش، فلما بتعرض لاي راديشن او يو في راديشن بتكتر عنده حاجه اسمها سايميدين دايمر وتزود له الماليجنان ترانسفورميشن، ماشي. برضو كونكتيف تيشو ديزيز ممنوع يتعرض لاي نوع من انواع الراديشن ومن ضمنها اليو في، عشان كده بنقول لعيانين السيستميك لوبس بتاخد في الصيف البلاك نيل وتوقفه في الشتاء لان الشمس مش كتير، لان البلاك نيل او الانتي مالاريال دراج يعتبروا سيستميك سان سكرين عشان يمنع عنه الشمس في الصيف، وقوة هو كمان امينو موديولاتور هناخده. برضو الناس اللي عندهم اتاكسيا تيلنجكتيزيا ممنوع يتعرضوا لريديو ثيرابي، دي الحاجات اللي ممكن تجيلك في الام سي كيو وايه وما تاخديش بالك منها، الحاجات دي ممنوع منعا باتا ياخدوا الريديو ثيرابي ما عدا الدرماتوفايبر ساركوما بروتوبرانس ريلاتيف كونترا انديكيشن. طيب دايما بره عشان البشره بيضه فكل انواع الميلانوما بتجي لهم ما عدا طبعا انهي نوع اللي بتيجي للسمر. أكرا انتجنس بيقولوا لهم دايما افحصوا بالمرايه، خلاص بمرايات صغيره وبمرايات كبيره، وبالذات ركزوا على النيك والتشيست والترانك لان هي دي اكتر حته بيطلع فيها سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما. شوف يعني مش كل حاجه، ما فيش حاجه كامله سبحان الله، كلنا بنتمنى البشره البيضاء، البشره البيضاء دي اضعف بشره في العالم يجي لها كل انواع الماليجنس، واخد بالك؟ فدايما في بلاد بره والدول الاوروبيه خصوصا هم بينزلوا في الشرق الاوسط ياخدوا الايه حمامات شمس، مش عارفين حمامات الشمس دي ممكن تضرهم، صعب تديهم فيتامين د وكل ده بس ايه هتضرهم بانها بتجيب لهم سكين مالجنس، خلاص. فبيوريكي طريقه الانسبكشن والاكزامينيشن بتاعه المالجنت ميلانوما. يبقى البروجنوزس مالجنت ميلانوما بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الستيج وخصوصا بريسلو ستيج، بريسلو دي بالملي خلاص، او تي ان ام، ما هي بريسلو بقى اللي هي تي، وبرده الليمف نود والميتاستاسيز برده بتعتمد اللي هي الليمف نود والميتاستاسيز بتعتمد على الالسريشن وعلى الميتوتيك ريت. كل ما زاد العمر وكل ما الشخص ده كان راجل كل ما ايه، لان الرجاله دايما هم اللي بيتعرضوا اكتر للشمس وبيبقوا ايه ممكن يحصل لهم ميوتيشن في الجلد ويطلع لهم النودولار ميلانوما اللي هي ممكن تبهدلهم يعني، ماشي تمام. يبقى فاريبل بيعتمد على ستيج، اكثر من 95% 10 year survival rate للستيج 1A. 1A اللي هو ايه؟ اللي هو تي 1 ان 0 ام 0، 50% للستيج 4 اللي هي تي 4 بالذات لأكتر من 4 مللي، ماشي. وبيبقى طبعا الثيكنس بتاعتها قلنا أكتر من 4 مللي دي الستيج 4، وبيبقى يا إما معاها ليمف نود يا إما ما معهاش،
يا اما معاها مسلسل او ما معاهاش، بس اهم حاجه السيكنس. يبقى اهم عنصر حتى بتسالي في الام سي كيو ده، اهم حاجه في المليجنت ميلانوما هل هو السيكنس ولا الليمف نود ولا الميتاستاسيز ولا الديامتر؟ اهم عنصر هو السيكنس، بريسلو سيكنس. ماشي، لو عليت عن اكتر من 1 مللي، يعني دخلت في تي 2 او تي 3 او تي 4، دي باد بروجنوز. الالتريشن ميتوتيك ريت، الايج من الجندر، بالبا بالليمف نود وميتاستاسيز، وهيد ونيك، الهيد والنيك وترانك اللي هي السنترال، اللي هي الحتت اللي بيطلع فيها سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما، او لو في فيزرال ميتاسيس. فيزرال ميتاسيس اللي احنا بنسميها ام 1 سي، فاكره؟ امال ام 1 بي دي بتاعت اللنج، ام 1 ايه دي بتاعت ايه؟ النير باي سكان، فاكره؟ دي مالجنت ميلانوما اهي، نودولار مالجنت ميلانوما، دي اللي هي ما بين الصوابع، دي اكرا لنتيجنس، دي اميلانوتيك ملهاش لون ومش هنعرفها ابدا، يعني لا غبار عليكي لو ما عرفتيهاش، ما بتتعرفش، لازم هيستوباثولوجي ومين هيستوكيمستري، يعني دوخه ما بعدها دوخه، وفلوس ما بعدها فلوس عشان تدفع للتحاليل دي. هي دي الهيستوباثولوجي. شفتي الهالو اللي حوالين هذه الهاله الكذابه اللي حوالين المالجنانت سيلز، بتاخد اماكن الايه الكيراتينوسايت. الدرمسكوب بتعرفيها ازاي عشان تريحي العيان شويه من المصاريف، فبيبقى معاكي درمسكوب في في العياده عشان تعرفيه ان دي فعلا مالجنانت ميلانوما عشان ما يدخش في التحاليل. اول حاجه مالجنانسي، في المالجنانسي سواء بيزل سيل كارسينوما، سكوماس سيل كارسينوما، او مالجنانت ميلانوما، حاجه اسمها الطرحه الزرقاء، بلو وايتش فيل، يعني طرحه لونها ازرق فاتح كده لبني، احنا بنسميها لبني، انتوا بتسموها لبني، بتبقى سماوي كونفلنت، نحن سماوي، برافو عليك، بلو وايتش فيل، يعني الطرحه الزرقاء الفاتحه، كونفلونت جراي بلو وايتش بلو ديفيوز بيجمنتيشن معاها على البيجمنت نتورك التريشن. تلاقي البيجمنت نتورك بدل ما هي مرسومه بالقلم كده والاسود اكتر من الابيض، قصدي ارفع من الابيض، بتبقى شبكه، دي اي حسنه بيبقى فيها الشبكه الزرقاء دي، الشبكه الملونه دي اللي هي البيجمنت نتورك، بيحصل لها التريشن، تلاقي الخطوط نفسها تخنت ودخلت على الابيض، بقت اضخم من الابيض، ذا دوج جلوبيولز اند ستريكس، كل دول اول مانيفستيشن للماليجنسي، وحطنا فيري فيري كومن، هتلاقي دوتس وجلوبيول وستريكس بتبقى ريجولار، هتلاقي ريجولار بيجمنتيشن بطش كده ملهاش اي ايه، والستريكس دي اللي احنا قلناها هتلاقيها ايه ريجولار ستريكس مش طول واحد، يعني في ستريكس بنشوفها فين؟ في السبوريك كراتوزس، بس بتبقى ريجولار وطول بعض، انما دي ايه ريجولار ستريكس. وبعدين هتلاقي ايه بيجمنت نتورك اتغيرت، بدل ما كانت الخط الاسود بقلم رفيع بقت بتبقى تخينه، الريجولار ماش وثيك لاينز، ثيك بلاك لاينز. الفاسكولار باتن هتلاقي فيه بلاد فيزلز جواها، ده مش الطبيعي ان اي حسنه يبقى فيها بلاد فيزلز كده دوتد ولينير وهيربان، بلاد فيزلز لونها بقى محمر كده فتعرفين ان دي بلاد فيزل. وفي حتت بيحصل لها ريجريشن تبقى وايت اريا، دي عامله زي السكار كده، بس ما هي الا الايه الاعصار الذي او الهدوء الذي يسبق الاعصار، من كتر ما الضغط على الحته دي ضغطت على البلاد فيزل ففقدت الايه الفيتشرز بتاعتها، وبعدين تبدا تعمل ألسر مكان الاستراكشرلس اريا دي، وايت اريا، وايت سكار لايك اريا، في بلو اريا اللي هي جراي بلو اريا، و بيبرنج عامله زي الملح الفلفل الاسود، مالتيبل بلو جراي دوتس، بلو وايتش فيل للاريا دي، يعني تبقى شبه البلو وايتش فيل بس بتبقى اريا كده صغيره اصغر من الفيل. ماشي، ادي الفيل،
دي بلو وايت فيلد بياخد عليها 2 بوينتس لو لقيناها. وادي الدوتس الريجولار دوتس مش قد بعض ابدا، دي 1 بوينت، والريجولار ستريكس، واتيبيكال فاسكولار باتن في الاطراف، والفاسكو اللي هي البيجمنتري نتورك ما بقتش واضحه، بس ايه معلقش عليها هنا لانها مش واضحه قوي، هوريها لك في صوره احسن. ادي الريجولار ستريكس دي، هنا شوفي اخرها مدور، هنا اخرها حاد، هنا عامله زي الايه ما يكون قاروره كده او فلاسك، شكلهم مختلفين مش شبه بعض. ادي الريجولار ستريكس اهي، لان اللون نفسه مش مدهور. شوفي شوفي البيجمنتري نتورك الصح، انما دي البيجمنتري نتورك بتاع المالجنت ميلانوم بدات ايه تبقى هيزي، واللاين نفسها تتخن، ولون الابيض ده اللي هو الفاتح ده بقى يفقد بريقه. دي الاي تيبيكال بيجمنتري نتورك. فاحنا قلنا دي ستراكشرلس اريا، ريجريشن ستراكشرلس اريا دي ما تسبق الاعصاب، الحته دي البيضه دي معناها مضغوط عليها من تحت وخلاص هتبدا يطلع ألسر مكانها. دي الريجولار دوتس، واحده كبيره واحده صغيره وواحده اصغر. دي البيجمنتري نتورك الصح مرسومه بالقلم ازاي مظبوطه، انما دي اللي هي بتاعه المالجنت هي تدريب بالعين. ادي دي سليمه انما دي وحشه، دي ايه واخده بالك، بس دي سليمه انما في النص دي مش حلوه. اتبكه اللي في الاطراف سليمه، اللي في النص دي مش تبكه صح. يبقى دي الديزاين ده في سليم بيجمنت نتورك سليم اللي في الاطراف ده، انما اللي في النص اي تيبيكال بيجمنت نتورك. دي كبرناها عشان اعرفك ان دي اتيبيكال فعلا، اللي في النص دي شوف فقدت بريقها، انما دي لسه فيها البريق بتاعها. لارج تيبيكال بيجمنت ابسنت، دي السي دي without بيجمنت نتورك، مفيش بيجمنت نتورك اصلا، كله اتغير. يعني هل دي زي دي نعم. اتغيرت تماما، ما بقاش ما احناش شايفين البيجمنت نتورك، بقينا شايفين جلوبيول لونها جريش واخده بالك، وفي اريا كده بلويش وايت عامله زي البلو وايت فيل صح، بس مش بلو وايت فيل اللي احنا عارفينها، بلو وايت فيل بتبقى واخده المساحه كلها اهي، بلو وايت فيل ريجولار دوتس ريجولار ستريكس تمام. وبرده تمام. الاتيبيكال بيجمنتري نتورك لما تقارنيها في خيالك هتلاقي ان هي ايه بدأت تفقد البريق اللي في النص ده، مش واضحه قوي الديماركيشن لما تبعدي عنها كده، باين انها كتله واحده بني، مفيش، فقدت تقريبا كل البيجمنتري نتورك بتاعتها. فالبلو بلو وايت فيل اي مالجنت بيبقى فيه بلو وايت فيل، وبعدين براحتك بقى حددي دي انهي نوع من المالجنسي. لما تلاقي بيجمنتري نتورك ومش تيبيكال تبقى غالبا مالجنت ميلانوم، لما تلاقي فيها ريجولار ستريكس بس دي ولو ان مش واضحه قوي دي كذا تيومر بيبقى فيه ريجولار ستريكس، بس ايه لما تلاقي معاها مانيفستيشن تانية تقولي عليها مالجنت ميلانوم. الريجولار دوتس وجلوبيول في وسط البلو وايت فيل بيقول لك ان دي من ضمن، لان دي الريجولار دوتس وجلوبيول برضو موجوده في المالجنت في البيزا سيل كارسينوما، بس اللي بيعرفك ان دي مش بيزا سيل كارسينوما ان فيها بيجمنت نتورك اتيبيك، فهمتي؟ تمام. دي بيجمنت بناين ميلانوسيتيك نيفس عاديه جدا، انما دي مالجنت ميلانوما فقدت بريقها والحاجات دخلت على بعض زي بالظبط. تجيب بلوزه جديده ودي غسلتيها كذا مرة اللون بتاعها بهت على بعضه، ما انتيش عارفة تحددي فين ايه اللون الوحش ده، انما تحبي تلبسي اللون ده، انما ما تحبيش تلبسي دي تقولك دي ادمت بهتت لونها راح. دي نيفس عادية، نيفس انتروديرمال نيفس لانها لون الجلد، واخدة بالك هتلاقي فيها بعض بقايا اللون البني بتاع النيفس العادية. بتعرفيها ازاي؟ ان ايه ان لما تبصي عليها بالديرموسكوب هتلاحظي ان فيها فيها دي شعراية تيرمينال هير، تيرمينال هير
وفيها بعض بقايا الايه ريزيديوال بيجمنتيشن بتاعت الحسنه القديمه، وفيها ميليا لايك يعني اديها صفات للايه للماتشور ميلانوسيتيك نيفس اللي هي الانتروديرم. سبيتز نيفس بتبقى يا اما قلنا يا اما كومباوند يا اما جانكشنال يا اما قصدي انتروديرمال. فالانتروديرمال دي بتبقى ايه ملهاش لون، الكومباوند بتبقى ليها لون، دي كومباوند. فتلاحظي البلاد فيزيتس اللي جواها بتبقى دوتد بلاد فيزيتس وبتبقى بينك باك جراوند ماشي، وبانها نيفس بيبقى فيها برضو الايه الميلانوسيتيك اللي هي اسمها انفيرتد نتورك، يعني تلاقي مرسومة بس ايه هتلاحظي ان هي ايه ممكن اللون اللي هو في النص ده يبقى هو الفاتح، وهنا اللي في النص ده هو ده يبقى الغامق، عشان كده بيسموها inverted network ماشي. الديسبلاستيك نيفس بتلاقيها فيها irregular streaks في الاخر، فبتخافي منها فبتروحي شايلها احسن بدل ما تقلب malignant melanoma. انا malignant melanoma بصي عندها ايه، بصي دي البلو وايت في بيبقى فيها irregular streaks والريجولار دوتس، البلاد فيزلز فيها يا اما دوتد يا اما لوب والريجولار. بلاش نتكلم على الكلير سيل اكانسوما ولا البيزل، يعني البيزل سيل كارسينوما عشان فيها بعض التشابهات ان هتلاقي البلاد فيزل مش لوبد ولا لينير، اللي بتبقى عامله زي فروع الشجر ابرايزنج بلاد، دي فيري فيري كاركترستيك البيزل سيل كارسينوما، عامله فيها تيلينجكتيزيا وبرانشنج، وفيها الجلوبيول زيها زي المالجنت ميلانوما، بس فيها حاجه غريبه جدا، فيها حاجه زي ورقه الشجر زي العلم بتاع كندا، وفيها ويل سبوك اريا اللي هي عامله زي الترس بتاع العربيه، واخده بالك؟ ودي فيها ستراكشرلس اريا ودي فيها ستراكشرلس اريا، دي فيها ممكن يكون فيها ulceration دي ممكن يكون فيها ulceration، عشان كده خلي بالك من الشكل. دي اربرايزنج بلاد فيزل فيري كاركترستيك ليها، فيها بلو وايت فيل زي دي، بس البلاد فيزل دي كاركترستيك ليها، انما دي الريجولار بلاد فيزل هي اللي كاركترستيك ليها. بصي اهي لما تلاقيها كده دي بناين نيفس، لما تلاقي قلبت كده وفقدت البريق بتاعه والدارك لاينز هي اللي خدت الثيكنس اكتر، دي قلبت مالجننت ميلانوم. فطول ما فيها ما هي بيناين بارلل ريج باترن نارو بيجمنتد لاين ان كومباريزون تو وايت لاين، دي ميلانوسيتيك نيفس عاديه. انما لما تبدا تقلب كده دي اكرا لنتيجنس ميلانوما، وخلي بالك اسيمتريكال، انما دي سيمتريكال تقريبا نون هيموجينس بيجمنتيشن، حته غامقه قوي حته نص نص حته فاتحه، انما دي تقريبا كلهم نفس اللون very thick dark lines اهي بالنسبه للابيض، الابيض رقيق بالنسبه لدي ماشي. دي برضو امال النقط البيضه دي ايه كراين اوبنينج كرايلي لانها اكرل، فدايما ايدينا ورجلينا فيهم غدد عرقيه كتير. عندك شفتي البلو وايت فيل شايفاها، وعندك الثيج اللاينز بدات تبقى قد تقريبا الوايت لاين واسيمتريكال، ما فيهاش الخطوط بدات تتخن وبقت شكلها بيبقى وحش، نون هيموجينس فيري ثيك دارك لاين بالذات في الابر ليفت كوادرانت هنا دي وفي النص وايد بلو فيل، دي معناها مالجنت، اي بلو فيل ده مالجنت على طول. ادي اكرا الانتجنس اسمها اسيمتريكال ستراكشر، والخطوط بدات تتخن وفيها الدوتس بتاعت الاكرا جلاندز كده. احنا خلصنا المالجنت ميلانوما.